أهرمومو هو الاسم المتواضع عليه الذي أطلق تعسفيا على قرية العدين من طرف قبطان فرنسي مكلف بالشؤون الأهلية خلال بداية الغزو. أهرمومو الواقعة في قلب الأطلس المتوسط على بعد 70 كيلومتر جنوب شرق مدينة فاس على علو 1134 متر، يطل على وادي زلول والنواحي التي تعتبر منطقة أمازيغية لقبائل بني وراين الذين قاتلوا بضرا وقوات الاحتلال وكرحوا ببسالة من أجل حريتهم. وقد جندت القوات الفرنسية الكثير من أبناء هذه المنطقة لتكوين ميليشيات القوم لمحاربة الألمان ثم الهند الصينية. استطاع هؤلاء المحاربون بفضل شجاعتهم العالية أن يقدموا خدمات كبرى لفرنسا، وفي سنة 1953 وضع الجنرال غيوم المقيم العام بالمغرب الحجر الأساس لبناء ثانوية عسكرية مماثلة لثانوية لافليش بفرنسا. بعد الاستقلال أصبح اسمها المدرسة العسكرية بقيادة دريس بن عمار الذي تقاعد برتبة جنرال دو ديفيزيون، وقد خلفه ضباط سامون آخرون إلى حدود شهر ماي 1968 عندما أسندت الإدارة المدرسية إلى واحد من أصغر القادة العسكريين في القوات الملكية ألا وهو محمد عبابو. عمره 33 سنة من أصل ريفي، ولد ببوريد دائرة أجنول منطقة تازة، كان فاتح البشرة أشقر صغير القامة عصبي المزاج حيويا سلطويا إن لم يكن قاسيا. عرف بطموحه الكبير، تغيرت المدرسة العسكرية كليا بعد وصوله لها على كل المستويات سواء على المستوى الهندسي أو المادي. لقد كان عبابو حاصلا على دبلوم مدرسة القيادة العامة بباريس لطا ماجور بميزة حسن، عين عند عودته من بين الاستراتيجيين المكلفين للمناورات الكبرى للجيش. كان أصدقاؤه يلقبونه بنابليون الصغير بسبب قامته وهيئته التي كانت تشبه قليلا هيئة الإمبراطور، وقد كان يدير رجاله بالعصا. هذا مسلكه في أهرمومو. لقد كان موضع خوف وحب معا من طرف الجميع. كان موقع المدرسة استراتيجيا للتدريب بسبب تنوع تضاريسه، فما بين التضاريس الجبلية لمنطقة جبل بويبلان والغطاء النباتي والأدغال التي تغطي الضفة الجنوبية لواد زلول، ما يجعلها منطقة استراتيجية للمناورات. فمع جمال الأطلس إلا أن عبابو لم يكن يحب البقاء في المدرسة، كان يرتاد فاس كثيرا. ورغم أنه كان متزوجا وأب لأربعة أطفال فقد كان زير نساء أيضا. كان في الكثير من الأحيان ينتهك القوانين العسكرية، لقد كان يبعث على الخوف بسبب عدم تسامحه وعلى الاحترام بفعل كفاءته. وبما أن القروض الممنوحة من طرف الدفاع الوطني لتغطية حاجيات المدرسة كانت غير كافية، فقد لجأ إلى الطريقة العنيفة للقيام بهذه العملية الغير شريفة. شكل فريقا مكون من جنود أقوياء يقودهم عقا بمساعدة لجودان فرخاش، وكلاهما خريج الجيش الفرنسي، الأول سنة 1956 والثاني سنة 1965، للقيام بعمليات سرقة ليلية. يركبون السيارات ويتسلحون بالرصاص الغير قاتل أبلون لترهيب حرس الليل، ثم يعيدون فسادا بسرقة عتاد الدولة مثل مواد البناء من لدى الأشغال العمومية وأعمدة الهواتف البريد والخشب من المياه والغابات، بل تجرؤوا ذات يوم لسرقة آلة خلاطة وآلة حفر من أجل استعمالها في إقامته مسبحا بالمدرسة. ورغم ذلك لم يكن يتم في حقه أي إجراء لأنه كان ذا وزن وقيمة في الجيش، وكان يمكنه إرشاء الشيطان نفسه من أجل تطبيق قانونه الخاص. لقد امتاز في بداية حياته المهنية بالحيوية والتبصر والإرادة والكفاءة، لكن مع الوقت وتأثير محيطه عليه من رفاق السوء بدأ يفقد نزاهته شيئا فشيئا بعد أن لطخ يده بالرشوة والفساد. يوم الجمعة 9 يوليوز راجت أخبار بالمدرسة تفيد بإجراء مناورة عسكرية لمدة 48 ساعة ببن سليمان،
وفي منتصف النهار وزعت لوائح المشاركين فيها. في الساعة الثانية زوالا بدأت بتشكيل 25 كوماندو والفصيلة الواقية التي سميت الفرقة الخاصة. بعدها تم توزيع المؤونة لمدة يومين. هذه الحمى غير المعتادة أثارت حيرة الضباط وضباط الصف. في الساعة السادسة والنصف وصل الكولونيل عبابو رفقة أخيه الأكبر محمد عبابو، وهو كولونيل أيضا مرتديا لباسه المدني، ثم استعرض الوحدات أمامه. أظهر رضا في التنظيم. عقد بعد هذا التمرين اجتماع بالقاعة الشرفية بحضور شقيقه الأكبر. ضم كل الضباط السامين بعد أن شكرهم على مجهوداتهم واحترامهم. أخذ يشرح لهم الكولونيل عبابو مدير المدرسة. قال بأنه سننظم مناورة من 48 ساعة ببن سليمان. عادة تقوم كتيبة بريغاد بهذا التمرين، لكنني صارعت كثيرا لكي تتكلف المدرسة بالعملية. لقد أقنعتهم بأن مدرستنا هي أفضل من يقوم بهذه العملية. من هنا إلى الرباط ستتم الرحلة بدون تكتيك وبطريقة فوضوية، وفي الرباط ستجدون قيادة متقدمة ستكشف لكم مهمتكم، وانطلاقا من هذه اللحظة ستبدأ العملية. أيها السادة، سننطلق في الساعة الثانية صباحا، انسحبوا. بعد إعطاء آخر التعليمات عاد إلى مكناس صحبة شقيقه محمد. فالكولونيل محمد عبابو يكبر أخاه محمد بأربعة سنوات. تابعه أيضا دراسته الابتدائية بالمدرسة الفرنسية بتازة، ثم السلك الثانوي والمرحلة التهيئية قبل أن يلتحق كطالب ضابط بالمدرسة العسكرية الدار البيضاء بمكناس. حصل على رتبة السوليوطنو سنة 1956، وهو أكثر معرفة وذكاء من أخيه محمد عبابو، ولكنه لا يتوفر الحيوية وروح المبادرة والطموح. وخلافا لشقيقه الأصغر، كان محمد عبابو نزيا ومستقيما ويعيش حياة عادية قبل أن يتغير مسار حياته 180 درجة بعد مشاركته في الانقلاب. يوم السبت 10 يوليو 1971، في الساعة الرابعة صباحا، غادرت قافلة الشاحنات أهل مومو صوب الرباط تحت قيادة القبطان الشلاط الذي عاد من عطلته بطلب من الكولونيل عبابو. كانت القافلة مكونة من 40 شاحنة تسير بسرعة منخفضة، تسير في الصمت نحو هدفها، مخترقة المدن محاولة أن لا تثير أي شبهة حول مهمتها الحقيقية. بعد المرور بمحاذاة الضفة الغربية للقنيطرة، وصلت القافلة إلى بوقنادل وتوقفت غير بعيد من المحطة الأمريكية للاتصالات اللاسلكية على بعد 15 كيلومتر شمال الرباط. وجدت القافلة الكولونيل عبابو مرتديا قميصا صيفيا مزين بالورود وسروالا رماديا باتليفون برفقة أخوه الأكبر والقيادة العامة المتقدمة، مكونة من الكولونيل عبد الله القادري والكوموندون بريغي والكوموندون ميلس والمالطي وضابط الشرطة الفتوحي. حضر معهم أيضا الأخ الثاني للكولونيل عبابو، وهو السارجان شاف عبد العزيز عبابو المحاسب بالقيادة العامة وأحد أقاربه الذي كان يقود سيارة DE24 للكولونيل عبابو. ومن الحاضرين أيضا الضابط مزيرك سير الجنرال المذبوح وابن مزيرك قائد أجدير. تم استدعاء قادة الفرق من طرف الكولونيل عبابو الذي بدأ خطبته على الضباط: إن المهمة الموكولة إليكم تدعوكم إلى محاصرة منشأتين بالصخيرات احتلتهما عناصر انقلابية، لابد من إغلاق كل منافذ وإخراج الأجانب، لا تدعوا أحدا يفلت، وأطلقوا النار على الفارين. وستتفرق القافلة إلى مجموعتين، المجموعة التي تحت إمرتي ستدخل من الجهة الجنوبية، والمجموعة التي بإمرة أخي ستدخل من الجهة الشمالية، وهناك فرق أخرى ستتدخل في نفس الوقت في أماكن مختلفة. إذن أمروا رجالكم بتهيئ شحنات الرشاشات وحاملي الأسلحة الثقيلة بتهيئ الملاقمات. إذن أيها السادة، بدءا من هذه اللحظة استعدوا للحرب. بعد أن أمرهم بالانصراف التحق الضباط بشاحنتهم وأوصلوا الرسالة إلى مرؤوسهم، وهم لا يزالون غير واثقين من المهمة الحقيقية الموكولة لهم. فمع دخول الشك إلى بعض الجنود والضباط من حقيقة المهمة، استمرت القافلة في المسير. لبس الكولونيل عبابو بدلته العسكرية ووضع نياشينه الذهبية وتولى القيادة على رأس القافلة رفقة الضباط السامين الذين يشكلون القيادة العامة. والحال أن هذه القيادة العامة تبين على أنهم أحضروا
بالخدعة وشاركوا بالقوة من طرف أبابه الذي خدعهم بكلام كاذب. فبعد أن كان قد سهر على استعدادات سفر زوجته خديجة بن نونة المعلمة سابقا التي كانت ستسافر صباح يوم 10 يوليو 1971 إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية خاصة بالكلية، توجه يوم السبت إلى الرباط لتسوية بعض الأمور في القيادة العامة. وهناك زار هؤلاء الضباط السامين وأخبرهم بنجاحه في عقد صفقة خارقة مكنته من شراء ضيعة جميلة بثمن بخس غير بعيد عن بوقنادل، وعرض عليهم مرافقته فقبلوا دعوته. وكانت تلك هي غلطتهم، لما وصلوا إلى بوقنادل وربح للوقت عرض عليهم نخبا، وبما أن القافلة تأخرت كثيرا اضطر أبابه إلى الإسراع في تنفيذ خطته. وبمجرد دخولهم الغابة أخبرهم بالحقيقة فذهلوا لهذا. تدخل الكولونيل القادري قائلا: أظن أنك تمزح، الانقلاب مسألة تتطلب استعدادا، فهي ليست جولة صيد، وعلى كل حال أنا لست متفقا معك، اذهب وقم بانقلابك، أنا سأمكث هنا. وخوفا من رفض جماعي شهر أباب مسدسه وصح بقوة: ستسحبونني جميعا إلى القصر عنوة، والويل لمن رفض. وبعد أن وجدوا نفسهم بين المطرقة والسندان شاركوا، إلا الكولونيل القادري الذي بقي مصرا على رأيه ونجا بنفسه. فبعد الوصول إلى الرباط أخذت القافلة طريقا جانبيا لتنعزل في طريقها من أعين الناس، إلى أن لاح أمامهم قصر السخيرات. إذن بعد وصول القافلات إلى مدخل القصر دخلت المجموعة الأولى من الباب الجنوبي كما كان مخططا لها، وعبرت ملعب الغولف واقتفت الطريق المؤدية مباشرة إلى الباب الرئيسي للقصر. وعندما وصلت المجموعة الثانية قبالة الباب الشمالي كي تعرج على اليمين، أوقفها الحراس ومنعوها من الدخول. أمر الكولونيل محمد عبابو أخ عبابو مدير المدرسة سائق الشاحنة الأولى باختراق الباب وقطع سلسلة الحيل الحديدية ويفتح الطريق لمرور الموكب، لكن في مشهد درامي اعترض الموكب الكولونيل لوباريس. ترجل محمد عبابو عن سيارته الجيب، توجه الكولونيل لوباريس نحوه وهو يصرخ فيه: عبابو ماذا تفعل؟ هل تعلم أين أنت؟ أجاب عبابو مهددا إياه برشاشه: ابتعد عن طريقي وإلا قتلتك. تقدم لوباريس وهو الكولونيل القائد مظليين بضعة أمتار وقد فرد ذراعيه على شكل صليب كما لو أنه يحمي القصر بجسده. في لحظة صرخ بكل قوته: ارجع إلى رشدك، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا. بعد أن فقد أعصابه عبابو من عناد هذا الشخص الذي سيضيع لا محالة المهمة التي كان عبابو يستعجل القيام بها، فضغط على الزناد موجيا سلاحه إلى الجزء السفلي للجسد. سقط الكولونيل لوباليس أرضا وقد اخترقه الرصاص. بعد هذا المشهد مباشرة أعطى عبابو الأمر بالترجل عن الشاحنات وإطلاق الرصاص، وكانت هذه اللحظة التي جعلت التلاميذ يتحولون إلى انقلابيين. بدأ الجنود يطلقون الرصاص في كل اتجاهات دون حتى أن يعرفوا لماذا يفعلون ذلك. في هذه اللحظات كانت المجموعة الثانية برئاسة محمد عبابو قد وصلت إلى الباب الرئيسي للقصر. هنا ترجل نحوه دراكي قائد المجموعة وقال له بعد أن أعطاه تحية: مون كولونيل، ممنوع الدخول بدون رخصة. وكان جواب عبابو: أن اغرب عن وجهي وإلا قتلتك أيها الكلب. استل الدراكي سلاحه وهو يخاطب الكولونيل: لا أيها الكولونيل، لن تدخل حتى ولو على جثتي. فأطلق الدراكي رصاصة كانت ستنهي القصة قبل أن تبدأ أصلا، فقد أصابت الرصاصة عبابو في يده. فرد عليه عبابو مباشرة وبدقة أكثر فأرداه قتيلا. فكما لاحظنا بأن اثنين فقط من وقفا في وجه الأخوين عبابو هم الكولونيل لوباريس قائد المظليين وهذا الدراكي الذي ضحى بحياته من أجل تنفيذ مهمته التي أنذر لها. إذن مباشرة بعد هذا المشهد أعطى عبابو الأمر بالترجل وبدأ بإطلاق النار. بعد إعطائه الأمر للطلبة بالنزول وإطلاق النار، نزل الطلبة الضباط من شاحنتهم وبدأوا في إطلاق النار عشوائيا في كل الاتجاهات وحتى على الفارين بجلدهم، ظنا منهم أنهم فعلا جاءوا لإنقاذ الملك من انقلابيين، رغم أن الصورة اتضحت للضباط الآن أنهم في القصر الملكي وأنهم ورطوا في انقلاب. فالطلبة التلاميذ لا زالوا يعتقدون أنهم جاءوا من أجل مناورة عسكرية من أجل تحرير بنايتين من عناصر انقلابية. وفي هذه اللحظات
سقط الكثير من الضحايا بين السلك الدبلوماسي والخدم والجنود أيضا. فقد كانت المجموعة الأولى تصوب الرصاص نحو مصدر الرد، فقد ظنت كل مجموعات أنها تتعرض للضرب الرصاص من جهة مجهولة، فأخذوا إطلاق النار على بعضهم البعض دون أن يعلموا أنهم يتبادلون إطلاق النار مع أصدقائهم. إذن وبعد دقائق معدودة من إطلاق نار كثيف وسقوط من سقط وفرار من استطاع الهروب، أحكم الأخوين عباب السيطرة التامة على القصر. فقد أحاط الجنود بكل أرجاء القصر وأمر عباب الجميع بالانبطاح على الأرض. بدأ الجنود يجمعون الضيوف يخرجونهم من مخابئهم بأعقاب البنادق ليخرج الجميع رافعين أيديهم أو مطروحين أرضا. في هذه الأثناء أصيب الأمير مولاي عبد الله أخ الملك ليسقط مغشيا عليه نتيجة النزيف الذي أصابه جراء طلق نار عشوائي. في هذه الأثناء كانت تقريبا كل جنرالات الجيش مدعوين وقد استاءوا من معاملة الجنود لهم على قدم المساواة من الآخرين، فقد دفعوا وضربوا وأهينوا من جنود وجدوا فرصة للانتقام منهم. في وسط هذا الجو المتوتر والمرعب ومن وسط هذه الفوضى خرج شخص كما لو أنه خرج من وسط الضباب متوجها نحو محمد عبابو، إنه الجنرال المذبوح. الجنرال المذبوح الرأس المدبر لانقلاب الصخيرات جاء لقب المذبوح من أيام الاستعمار بعد أن قامت قبائل الريف بالقبض على أبيه، وهو قائد منطقة أغنول وكان يعمل لمصلحة قوات الفرنسية ضد قوات عبد الكريم الخطابي. حينما قام بخيانة المقاومة قام سكان الريف بالقبض عليه وذبحه ليأخذ ابنه لقب المذبوح. سأل الجنرال المذبوح الكولونيل عبابو بغضب: ماذا تفعل يا عبابو؟ أنت لم تحترم اتفاقنا. أجاب عبابو: لا يهمك من جنرال، وعلى كل لقد أتممت المرحلة الأولى وعليك الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية. أجاب المذبوح بنفس النبرة الغاضبة: أوقف هذه الفانتازيا، لقد سبق وأمرتك بأن لا تطلق أي رصاصة مهما حدث. أجاب عبابو بأنه يوم عيد ورجالي فرحين ومتوترين من جنرال. فرد الجنرال المذبوح: هذا حمام دم، لقد لطخت يدي. رد عبابو بلهجة غاضبة: اللي كان والآن أين هو؟ أجاب المذبوح: إنه في مكان آمن ويريد رؤيتك للحديث معك. رد عبابو: هل تنازل من جنرال؟ رد المذبوح: نعم تنازل، وتنازله هنا في جيبي، والآن هيا لنراه. تردد عبابو ثم سأل: إذا كان قد استسلم لماذا سأذهب لرؤيته؟ من الأفضل الانتقال للمرحلة الثالثة. ألح المذبوح على اللقاء، لكن اشترط عبابو أن يذهب رفقة رجاله، لكن المذبوح رفض. دخل المذبوح وعبابو إلى القصر وتبعهم حراس عبابو خفية. فجأة استدار المذبوح إلى عبابو وأمر جنوده بالبحث في الأرجاء، ثم توجه لعبابو قائلا: لا شك أنه هنا، إذا بحثنا سنجده. تغير لون عبابو ودخله الشك في نوايا المذبوح، فسأله: لكن من جنرال، حسب فهمي أنت لم تقيده، لقد وعدتني بأنني سأجده موثوقا، إذن أنت خنتني. رد الجنرال المذبوح: لقد خنتني أنت أيضا، لأنك أفسدت خطتي كلها. كان عليك ألا تعطي الأمر بإطلاق الرصاص، لقد كنت أريد انقلابا أبيض وليس حمام دم. في هذه اللحظة أعطى عبابو الأمر لاثنين من جنوده بتصفية الجنرال المذبوح، فانطلقت النيران من رشاشيهما ليسقط الجنرال المذبوح تزامنا مع الدكتور بن عيش الذي أصابته رصاصات طائشة. ومن هذه اللحظة ستنقلب الأحداث بطريقة درامية تتغلب على أكبر القصص الهوليوودية. فبعد أن قتل الرأس المدبر والمخطط، يمكن أن نقول بأن عبابو أعدم نفسه بإعدامه للمذبوح. فمع موت المذبوح فقد عبابو كل صلاحيات تحريك وحدات أخرى في الجيش، والتي لا يمكن أن تسانده سوى بأوامر من الجنرال المذبوح صاحب السلطة العليا في الجيش. هنا أصبح عبابو مثل الوحش يتحرك بقوة السلاح فقط، بل هو أيضا علم أنه فشل، بل أنه قال بلسانه أمام الجنود: لقد ندمت لتورطكم في هذه القضية القذرة، والآن سأبيع جلدي غاليا. معترفا بأنه سيصفي كل حساباته مع أعدائه قبل أن يموت، وفي نفس الوقت لا زال يحدوه الأمل بالقبض على الملك. واصل عبابو بحثه في كل مكان، أمر جنوده بمواصلة البحث. ومن بين أكثر المشاهد الغريبة التي لم يستطع أحد من الحاضرين ولا المحللين ولا المتتبعين فهمها، هي أن عبابو كان يصرخ عاش الملك، لكن من خلال تحليلي المتواضع والبسيط أعتقد بأنه كان يريد إيهام الملك بأنه جاء لإنقاذه. لكن لن نعير هذا المشهد اهتماما، لأن المشاهد القادمة لو كانت في فيلم أمريكي لأخذ أكبر الجوائز العالمية لأحسن دراما متفوقا على أكبر الأفلام في هوليوود.
من حيث الحبكة والدراما وفن التراجيديا. بعد أن اصطفى الرهائن في صفوف ثلاثية، أخذ أعبابه يمعن النظر فيهم عندما رأى ليوتنو كولونيل أحمد الخياري خرج من الصف ليحيي صديق طفولته في الفوج. أعبابه بعد أن صافح صديقه عانقه، سدد أعباب مسدسه في بطن الخياري ثم ضغط على الزناد ليسقط الكولونيل الخياري. لم يكن لهذه الحركة الصادمة والقاتلة سوى تفسير واحد، هي أن أعبابه فقد ثقة في الجميع. الجنرال خياري هو ابن شقيق الجنرال بوغرين الحاضر في عين المكان. لقد كان لهذين الأخوين أن يغيرا مجرى الأوضاع، خصوصا أن الجنرال بوغرين كان من ألد أعداء أعبابه. كان من بين الحاضرين سفراء معتمدون، وزراء، برلمانيون، زعماء أحزاب سياسية، نقابيون، موظفون سامون، جنرالات، فنانون ورجال أعمال، طباخين وحتى السائقين، كلهم اصطفوا جنبا إلى جنب. استمر أعبابه في تفحص وجوه الحاضرين حتى وقعت عين على الكولونيل أبو الحمص. توجه نحوه مبتسما وقال له: تفضل أيها الكولونيل، تقدم. تقدم إليه الكولونيل أبو الحمص ثم بادر أعبابه بالكلام: انتظرت كثيرا هذا اليوم، العالم صغير أيها الكولونيل، أليس كذلك؟ حاول الكولونيل أبو الحمص أن يثني أعبابه عن قراي إعدامه، لكن أعبابه لم يبدي أي ردة فعل تجاه توسلات الكولونيل أبو الحمص. أعطى أعبابه الأمر لأحد مرافقيه بإطلاق النار على الكولونيل. نفذ الضابط الأمر بدون تردد ليسقط أبو الحمص سريعا، لكن أعبابه لاحظ أن أبو الحمص لم يموت بعد، فوضع رجله فوق رأسه ثم أطلق عليه رصاصة قاتلة انتفض فيها جسد الكولونيل أبو الحمص. ثم يستدير أعبابه نحو الضابط ليقول له: هكذا يكون القتل. واصل أعبابه تفقد الصفوف ذهابا وإيابا لتقع عينه على أحد أقوى الجنرالات في الجيش، هو الجنرال الغرباوي قائد وحدة المدرعات، وهي الوحدة الأشد قوة في القوات المسلحة الملكية وقتها. أخرجه أعبابه من الصف وحاول التحدث معه جانبا، محاولا إقناعه بالمشاركة في الإنقلاب، لأنه كان ورقة رابحة بالنسبة له، لأن وحدته ولا شك كانت حاجزا لا يقهر. لكن الجنرال الغرباوي لم يقبل بعرض أعبابه، وفي لحظة السهو من أعبابه استدار ليعطي الأمر لبعض الجنود. استغل الجنرال الغرباوي الفرصة، حاول أحد الجنود الذين كان على صلة بهذا الجنرال أن يعطيه رشاشة، إلا أن أعبابه استدار في نفس اللحظة ليسدد الرصاصة الأولى إلى الجندي ثم الرصاصة الثانية إلى الجنرال الغرباوي الذي خر صريعا في التو واللحظة. واصل أعبابه منهجيته في تصفية حساباته ذلك اليوم، فها هو مرة أخرى يخرج الجنرال حمو من الصف، وهو جندي من خيرة الجنود الذين مروا من الحرب الهند الصينية، وهو حفيد موحى وحمو الزياني بطل معركة الهريب خنيفرة. وأخرج أيضا الجنرال أمحارش، وهو من ألمع الإداريين وصاحب قدرة عالية على التنظيم، ومحمد حبيبي خريج المدرسة العليا بباريس، وبوغرين الخياري ابن قائد قبيلة تهلا التي تنتمي لقبائل بنوارين المحاربة.